أهلا وسهلا فيكم أصدقائي بعالم الكروشيه مع سلام. اليوم جبت لكم طريقة عمل سداج بصبص أطقم حمام، الشي اللي أنتوا بتحبوا تصنعوه بطريقة سهلة جدا جدا، وبخامات ومستلزمات متوفرة عند الجميع. خامات بسيطة جدا جدا مثل ما شايفين، النتيجة رائعة جدا. أنا بصراحة انبهرت فيها، ما كنت متوقع هاي النتيجة وقت اللي جربت هاي الطريقة، ولكن النتيجة استتقان جميلة جدا، ماكنة جدا، ما بتعاني من أي مشاكل، رائعة جدا. فيكن تنفذوها بالتصميم اللي بدكن إياه والخيط اللي بيناسبكن. أنا بهي القطعة جربت أكثر من نوع خيط، مثلا اللون الأسود كان بخيط أليزا كوتون كولد، اللون الأبيض أليزا بيبي بيست، اللون الفضي بخيط بيرلانتا، والأحمر بخيط بيرلانتا. مثل ما بقولكن إنه جميل جدا. المستلزمات الخيط المتوفر عندكن، الألوان اللي أنتوا بتحبوها بالتصميم اللي أنتوا بتحبوه، الأرضية أنا اشتغلت على أرضية خيش، مثل ما شايفين الأرضية هي أرضية خيش طبيعية. فضلت هاي الأرضية لأنها سهلة للشغل، فيها فراغات بتساعد الشغل، وبنفس الوقت هي ماكنة ما بتخرب. اشتغلت باستعمال أبرة عادية، فيكم تستعملوا أبرة كروشيه، أبرة تنظيف كروشيه، بس أنا استعملت أبرة عادية، استعملت الطرف الخلفي للأبرة، ما في أي إشكال، سهل جدا. أنا على الخيش رسمت التصميم اللي أنا بدي إياه واشتغلت عليه، رح ورجيكم طريقة الشغل. أصدقائي قبل ما نبتدي بالشغل، قبل ما نبتدي بخطوات العمل، بتمنى اللي ما اشترك بالقناة يشترك، فعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد ومميز، ولا تنسوا تضغطوا اللايك، ويلا فينا نشتغل سوا. بدي اشتغل انا هلأ باللون الابيض. ابرتي ابرة عادية، ما ابرة كروشيه، لذلك انا رح استخدم الطرف الخلفي للابرة. الخيط ما في داعي يكون طويل، لاني انا فيكني اوصل الخيطان على كيفي، ما بيأثر ابدا، فالخيط الطويل ممكن يلبكني. طرفين متساويين، الخيط بدي اشتغل عليه على طاقين. هون بدي اشتغل باللون الابيض، هذا اخر درب اشتغلته. مثل ما شايفين الخيش عبارة عن خيطان طولية وعرضية، بدي اشتغل انا هون بهذا الدرب تحت العقد الاخيرة اللي اشتغلتها هون. طبعا لما بدنا نشتغل في بداية الشغل بدي اترك مسافة، لاحظين هون انا تاركة مسافة من هذا الطرف وتاركة مسافة هون. في نهاية الشغل انا هذا الخيش الباقيان بدي اتنيه وسته هيك. نرجع للعقدة عند خيط الخيش هون، لاحظين طالعت سحبت الخيط، سحبت الغرزة، ما شرط تكون من نفس الطول هذا، أنا بعدين بقصه هذا الطرف، ثبته بإيدي هيك وبرجع من نفسه تمام. لاحظوا معي هذا الطرف فوق نفسه تمام بهذا الشكل، نزلت الخيط على شكل دائرة زو، كيف صارت عقدة. تأكدت أنه عقدتي ماكنة وما ممكن تفتح معي، شديتها مزبوط. برجع بحط الخيط، طرف الخيط لفوق، وبجي على الخيط مو الخيط اللي بعده تماما، اللي بعده هون سحبت الغرزة هون، بجيب أنا مسطرة، بجيب أي شيء أنا شقد بدي طول الخيط. أنا ما بدي طول الخيط يكون طويل كتير وبعدها أرجع قصه وصير في شيء طويل وشيء قصير وفي هدر بالخيطان، لا. فلذلك أنا بستعمل قلم رصاص عادي، دخلته هون، رح استعمل الطرف الخلفي أنا مشان تكون الفكرة واضحة، استعملته هون، سحبت الخيط، صار ارتفاع الخيط هو بعرض القلم. برجع من نفس الغرزة تماما، نفس مكان ما الخيط، مكان داخل الخيط الأول، سحبت غرزتي هيك، صار عندي عقدة. رجعت رفعت الخيط لفوق للأعلى، بجي على الخيش اللي بعده، خيط الخيش الثاني مو الأول اللي بعده تماما، اللي بعده هون هيك تمام،
لاحظوا كيف الخيط لف فوق القلم وبرجع نفس الطريقة بنفس الغرزة، برجع بعيد عليها غرزة تانية. صار عندي عقدة، رجعت رفعت الخيط لفوق، رجع الغرزة اللي بعدها كمان الخيط لف على القلم وبرجع من نفس الغرزة كمان على نفس الخيط مكان ما دخل الخيط وطلع نفسه، كمان برجع بعمل غرزة تانية، بعمل العقدة اللي بدها تثبت هذا الخيط. وهيك بدي اشتغل المسافة اللي انا محددتها حسب الرسمة والموديل اللي انا بدي اياه. دائما الخيط اللي بشتغله برفعه لفوق وبرجع لحتى يلف على القلم. لاحظوا معي، والعقدة بعملها انه برجع على نفس الخيط، برجع بعمل غرزة هاي اللي بعدها. هعمل كمان غرزة كمان، لاحظين معي كيف العقد عم تطلع. بحاول قدر الامكان انه يكونوا بخط مستقيم، حاول امشي بشكل منتظم، كل ما كان شغلي بشكل منتظم كل ما بيطلع شغلي احلى. طبعا القلم انا فيني اسحبه حسب الشكل اللي بيريحني. هون الخيط تقريبا انتهى عندي، فيني اعمل فيه غرزة كمان. اخذت غرزة اخيرة بهذا الشكل، هاي العقدة. كيف بنهي الشغل؟ هون راح قص الخيط، لاحظوا معي كيف، ومثل ما بديت اول غرزة برجع بشتغل الغرزة اللي بعدها بنفس الطريقة تماما. مثل ما ابتديت هون برجع بعمل عقدة هون وبكمل الشغل للنهاية. فيني ادخل الوان بالشكل اللي بدي اياه، فيني اشتغل كل غرزة بلون. كيف بنهي هذا الخيط؟ بنفس الطول قصيته، والخيط اللي تبع البداية هون كمان بنفس الطول قصيته، سحبت القلم. لاحظوا معي كيف، هلا بالمقص جيت على الشغل، سحبت الغرزات لفوق بطولها وقصيتها، صارت عندي بهذا الشكل. إذا في شيء زايد فيني أنا أقصه، فيني رتبه. إذا أنا شفت أنه في شيء خيط صار أطول من خيط فيني رتبه. هيك برجع بعقد وبكمل الشغل للنهاية حسب التصميم، مثل ما قلت لكم حسب التصميم اللي انتو حابينه. الشغل ماكن مظبوط، شايف ما بيطلع من مكانه. الخلفية شوفوا معي كيف، هيك وقت اللي باخذ الغرزة باخذ غرزة واحدة بس، خيط واحد بس، بشتغل على خيط واحد من الخيش، هو الخيط الخيش ماكن. بشتغل على خيط بترك خيط، بشتغل على خيط بترك خيط بهذا الشكل، وبحاول تكون الغرز متقاربة حتى ما يعطي فراغات. لاحظوا معي هيك الأرضية غير باينة أبدا، ما هي ظاهرة نهائيا بنفس الطريقة اللي أنا ورجيتكم إياها. لاحظين معي كيف،
بهي الطريقة أصدقائي أنا رح كمل القطعة للحجم اللي أنا بدي إياه، والتصميم اللي أنا بدي إياه، والألوان اللي أنا حاببتها. مثل ما أنكم لاحظين النتيجة صدقا نتيجة جميلة جدا مبهرة، ما بتختلف شيء عن السداج الجاهز أبدا. فيه سماكة بارتفاع أصبع تقريبا، لاحظوا معي كيف ارتفاع أصبعتي الخيط، وكثيف لأني أنا عم بشتغل على طاقين فهو بيفتح الخيط. لكم هون خيط بيرلانتا هاد، وهذا هون خيط أليزا بيبي بيست، ما اختلف أبدا الشغل. الخيط الأسود كوتون حسب الخيطان اللي أنا متوفرة عندي، ما جبت خيطان الصراحة خصوصي لإله. الألوان الموجودة عندي استخدمتها، والخيطان الموجودة عندي استخدمتها. الكمية اللي بستهلكها ما بستهلك كمية كبيرة، وإنما حسب الحجم اللي انتو عم تشتغلوه، التصميم اللي انتو عم تشتغلوه. بس بنصحكن انه يكون الشغل كثيف، ما نحاول نترك فراغات حتى يعطي جمالية اكبر. الاطراف عند النهاية، هاي نهاية الخيش. أنا ممكن جيب قماش لاصق مثل اللي بيستعملوه بالخياطة، حطه وبالمكواي ثبته. ممكن استعمل أنا الغري الخاص، اللاصق الخاص بالأقمشة، كمان ثبته مثل ما هو مثبت هون، كمان ثبته. بس بدي اترك مسافة مظبوطة حتى من النهاية حتى ما يفتح معي، لان الخيش بينسل، حتى ما اخسر شغلي. عند الطرف الشغل تماما هيك أنا رح ثبته. لما أنتهي من الشغل رح ألصق هاي الأطراف لأضمن أنه الشغل ما يفك عندي. بتمنى يكون الفيديو عجبكم، بتمنى أكون قدمت لكم فكرة جديدة ومفيدة. قبل ما ننتهي بحب أرجع أذكركم، اللي ما اشترك بالقناة يشترك، فعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا تضغطوا لي لايك. وإلى اللقاء.